التبادل التجاري، يعني مثلا نشوف بلد مثلا زي البرازيل بتصدر مثلا لحمه ومصر محتاجه لحوم، فنبتدي نديهم دواء وناخد قدامهم لحوم، فده بيوفر على مصر انك بدل ما تدفع لهم بالعمله الصعبه، لا انت بتدفع لهم دواء قصاد اللحمه اللي انت كده كده محتاجها. تمام. فدي ثلاث محاور احنا بنشتغل عليهم، ويمكن مشروع تورم كيور هو الحاجه اللي احنا شغالين عليها يعني بكل طاقتنا الفتره ديت. وجات الفتره انه مصر، يعني هقول لك على ارقام عشان بس الناس برضو المستمعين يبقوا عارفين احنا بنتكلم في ايه. مصر في السنه اللي فاتت او ال 12 شهر اللي فاتوا العالم كله عالج 1,000,000 حاله فيروس سي. حلو. ده دي احصائيه عالميه بالظبط بتقول العالم كله عالج. تمام. مش احنا ماشي. مصر عالجت كام واحد منهم؟ 830,000 يعني من المليون. من المليون. يعني العالم كله عالج 283% من ال انت ماشي. بتتكلم على اربع اضعاف اللي العالم كله عالجه. تمام. امريكا باوروبا بكل ده كله انت عالجت اكتر منه باربع اضعاف. ابتدى يديك تبقى انت الرائد في الموضوع ده، فمصر بقت رقم واحد في العالم في علاج فيروس سي. فليه احنا كبلد ما نستفدش بحاجه زي كده؟ تمام. ونبتدي نشتغل على مشروع زي كده، فقلنا خلاص نبتدي نصدر الدواء بتاعنا للعالم كله. في بلاد او بالاخص اوروبا عندهم مشاكل انه مصر اللي تدي لهم الدواء، او مشاكل طبعا. سياسيه الشركات المنافسه الامريكيه عندهم مشكله ان انت تخش الماركت ده. فمن هنا طلعت فكره برنامج تور ان كيور. باشمهندس تامر وجيه كان في انجلترا، ودي بدايه نقطه الانطلاق، انه كان بيتكلم هناك مع الوزير الصحه انه نبتدي نصدر لهم الدواء، فهو كان عنده مشاكل ان احنا نصدر لهم الدواء. رجع باشمهندس تامر وجيه الاوتيل وابتدي رجع يفكر طب احنا ممكن نعمل ايه؟ طب ما نجيب الناس تعالج عندنا في مصر. فراح تاني ليه قال له ممكن اطلب معاك ميعاد تاني؟ قال له مفيش مشكله. فقال له ايه عندك مشكله اللي احنا جبنا المرضى يتعالجوا في مصر؟ تمام. قال له ما عنديش مشكله. الفكره كانت فين كمان من عندنا، او ليه احنا حسينا ان ده يعني بعد ان احنا بنقول ان مصر هي البلد رقم واحد في علاج فيروس سي، انه العلاج بيتكلف في اوروبا $100,000 علاج الحاله الواحده. الحاله الواحده ده كورس. الكورس كله بيتكلف $100,000 في مصر انت تعرف تجيبه وتعالجه بكام؟ 5,900 يورو. 6,000 يورو مثلا. حلو. يعني انت بتتكلم في توفير اكتر من 90% من الدواء. مبتدا دوت كوم.